اليوم فما موارد إيجابية، خاطر احنا باعتبار انه البحث في الصندوق المرعبي ما وضع التاريخ بحلولها في تونس الا بعد ما حطينا معناها اللمسات الاولى والاهم لهذا البرنامج. معناها احنا المحاور اللي قدمنا فيهم، المحور المتعلق بالسلاح الجباية، المحور المتعلق بالسلاح القطاع العمومي، المحور المتعلق بالسلاح القطاع البنكي، قدمنا فيهم وتم ارسالهم الى بعثة صندوق الدول الدولي اللي ثبتت فيهم ثم ضبط التاريخ لحلول البعثة العقلية الرسمية التي تشتغل من يوم امس. كان في بعثة تقنية في الاسبوع الفارغ كامل اشتغلت على المجال التقني، بالتالي في الاسبوع المقبل كل باش ندقق كل هذه المجالات باش نشوف حتى النقد الدولي مدى تقدمنا في انجاز هذه المشروعات، ثم البرنامج كامل يتم عرضه على مجلس اداره صندوق النقد الدولي ولو كتم اختفاء